واش غنقول لك لحد الساعه اصلاح داكشي غادي كما ينبغي. هاد الشركه كازا ميناجمون دايره الاشغال كما نقولوا زعما داكشي غادي مزيان واصلاحات ان شاء الله باقي واخا الوقت شويه الوقت شويه طويله. احنا حتى حنا معاولين معاهم كنصبروا شويه من هنا شويه بشويه 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 هنا تيح الله واصلاحات 24 شهر وحنا تنتمنوا دابخي هادشي اللي كنشوفوا زعما كاين هادشي المجهود اللي دايره هاد الشركه ما تنظنش بان غادي توصل لهذيك 48 شهر 24 شهر. دابا الدنيا مخربقه حنا اتفقنا وقاتي باقيه بيننا وبين هاد الشركه. دابا حنا عندنا دو بارتي دابا ديك لا بارتي اللي مليها تسدوا النص ديال المحلات النص تسدوا الاصلاحات ونطوندو بيسالو تما كاينه يخدموا دوك الناس عباش يدوز لعندنا حنايا. فوالا هي ما تنظنش انا ما تنظنش بان غادي توصل 24 شهر. لا حنا ما تعويضات ما كاينينش. حنا ماذا بينا ما كرهناش لان حنا دابا في ازمه ديجا كعارف الازمه ديال الكوفيد 19 كورونا ديجا حنايا بريسك كتخمو حنا مريحين وديجا دابا الناس حنا نورمالمون المارشي سونترال معلمه تاريخيه. حنا كيجيو عندنا السياح الاجانب الزوار من العالم كامل وعندنا الزبائن ديالنا الناس المارشي كما نقولوا مارشي سونترال معلمه ولكن دابا لحد الساعه حنا مكربسين ولكن صابرين الحمد لله ونطوندو نشوفوا بان هذا الشيء فين غادي يخرج وتنتمناو الخير. واش نقول لك هذا مشكل انا متفق معك في هذه النقطه هذا مشكل وعاوتاني الحمد لله جات في هذا الوقت بان الاجانب ما كاينينش. دابا جات الحمد لله الاجانب وحنا راه صابرين واخا الناس معذبه والناس اللي عندها محلات مسيعه الناس اكثر هنا ماشي كيما نقول لك الناس دابا كتخلص من جيبها حيت نقول لك واحد الا ما قلت لك 100% تقريبا بريسك 100% كاع كيخلصوا الخدامه من جيبهم ولكن صابرين ما عندنا ما نديروا حنا هادشي كنتمناو يرجع لنا بالنفع ان شاء الله. هذا سؤال وجيه هادشي علاش حنا شحال هادي وحنا تنجريو وتنجاريو وتنقلبوا تنتمناو من الله واخا عندنا امل كبير ان شاء الله باذن الله غادي يكون المحل غادي يكون المارشي سونترال مزيان وغادي يرجع المارشي سونترال اللي كما كنعرفوا الناس من بكري ان المارشي سونترال تهمل بزاف ما بقى تكرفص راه انتم كتشوفوا البنايات كثير راه تكرفص الحمد لله راه الدوله وقفوا هذه القضيه هذه ان شاء الله نتمنوا بالخير حنا عندنا واحد الامل كبير ان شاء الله.